لا يزال عمي عبد الرحمن عاشور يزاول مهنة طحن الحبوب والبقول الجافة منذ حوالي 25 سنة، فبالرغم من التطور الكبير في تكنولوجيا طحن الحبوب إلا أنه بقي يحافظ عليها في ظل عزوف عن هذه المهنة. عاشور عبد الرحمن زيد 8/11/65 بديت المهنة هذه مطحنة الحبوب هذه، ومن بعد وليت نتكون في مع العام مع الفلاحة. لجأت فلاحة نخدمنا ما جاش رانا نقعد. بديت في سنة 1999 ونخدم في المهنة هذه الحرفي. كيف الخطوة الأولى كيجيبوا لك الناس هكذا القمح تطلع للفوق تفرق، ومن بعد هو اللي تفرق في الشكاير منا وتدي للقربال تقربل لهم، بعد كي تقربل تنحلوا تعطيوا الشكاير وتزلوه ولا يدي هكذاك اللي مكيل كلمة مكيل. هذه المهنة متعلقة كثيرا بوفرة محصول القمح، مما يجعل هذه المهنة مهنة موسمية وقابلة للزوال. طحن الحبوب راه بداو يسمحوا فيها، راه بداو ينحوا التقاليد تاع هذه بداو. السبب العام ما كانش، كاين بعض المرات يولي العام كاين ما كانش. ها هو المشكل. وناس تركوا هذوك عاد يتبعوا غير التبانة تاع الخبز. عاد ما يجوش يروحوا القمح كاع، ما يحسوش كاع السميد هذا والصدر هذا والنخاله هذه والشعير مولفين يديروا التقاليد يروحوا الرغده يروحوا المرمز هذو اللي مولفين الروينه هذو كاع يروحوهم. دوك راهي نقصت التقاليد عاد ما ياكلوا والو. هذه المطحنه التي تعد من اقدم المطاحن، لاحظنا مجريات عمليه الطحن منذ البدايه حتى النهايه، يعني الحرفة هذه أي للزوال. نتمنى إن شاء الله الحرفة هذه تعاد وتنتقل للأجيال القادمة. الحرفة هذه حسب ما أرى وحسب تجوالي في بلدية ولاية المدية قليلة، في بعض البلديات فقط موجودة المطاحن هذه التقليدية. فيما يخص هذه المطاحن نحن نهتم بها ونهتم بالحرف الآيلة للزوال. وتبقى مثل هذه المطاحن التقليدية قبلة المواطنين الذين يريدون غذاء صحي وتحضير أطباق تقليدية.